مرحبا بكم مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، السلطات البحرينية تلقي القبض على أحد منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة قبل شهر وتكشف ارتباطه بإيران. تمركز قوات من عمليات الجزيرة والجيش والحشد العشائري على مداخل قضاء راوة بالعراق تمهيدا لاقتحامه خلال ساعات والإعلان عن نهاية داعش. في أخبارنا المنوعة، الشيخ محمد بن راشد المكتوم يوجه بتسمية أجمل جسر مشاة في دبي بجسر التسامح. حملة تطعيم إماراتية ل 43 مليون طفل باكستاني ضد شلل الأطفال. مقتل 13 شخصا بفيضانات قرب العاصمة اليونانية. جوجل توسع حملتها على تسجيلات مصورة تخص متشددين على يوتيوب.